السلام عليكم. تحدثنا في الفيديو السابق عن مجموعة دوائية اسمها المايكرولايد التي تضم أحد أعضائها كان الأزيثروميسين، واليوم حنتكلم عن الكلاريثروميسين. هذا الكلاريثروميسين، هذه المادة الفعالة توجد على شكل تابلت حبوب بعيار 250 أو 500، وأيضا في منها على شكل معلقات عيار 125 و250 ملي جرام لكل 5 مل، وفي منها ايضا على شكل تابلت اكستندد ريليز. هذه المجموعه تغطي طيف واسع من البكتيريا المسببه للامراض موجه وسالبه جرام. تستخدم هذه المجموعه لعلاج امراض الجهاز التنفسي والهضمي والبولي، بالاخص تستخدم بشكل واسع للاصابه بالجهاز التنفسي اللي هو التهاب الجيوب الانفيه والقصبه الهوائيه. طبعا لازم نتعرف انه كيف نستخدم هذا العلاج، انه يصرف تحت اشراف صيدلي مسؤول، ويجب اكمال العلاج لكامل الفترة العلاجية كما يوصل الطبيب المعالج. هذا العلاج يؤخذ مع وجود طعام او بدون طعام، وعادة يؤخذ كل 12 ساعة. اذا حدثت اضطرابات في المعدة يفضل اخذه مع الطعام لافضل استفادة. يفضل ايضا اخذ العلاج على اوقات محددة مثل 8 صباحا و 8 مساء، الالتزام بها لكفاءة علاجية أفضل. طبعا عند صرف هذا الدواء للأطفال على شكل معلق، يجب صرف هذا بناء على وزن الطفل، حيث أنه لكل كيلوغرام 15 ميليغرام من المادة في اليوم. الشيء اللي لازم نتفق عليه أنه الالتزام بالفترة العلاجية، حتى لو شعرنا بأنه في تحسن، لو وقفنا العلاج راح يصير ممكن تعود العدوى نفسها مرة أخرى. ملاحظة، إذا شعرت أو شعر المستخدم لهذا العلاج أو المريض لهذا العلاج بتحسن أو ازداد الأمر سوءا، يعني لازم يراجع الطبيب المعالج. بعض الإرشادات اللي بتخص الأثار الجانبية اللي ممكن تحدث، اللي ممكن يصير عند الشخص نفسه إسهال أو دوخة أو تقيؤ أو صداع. إذا ظهرت هذه الأعراض يجب الإخبار الصيدلي أو الدكتور المعالج مباشرة. ويعطيكم العافية وألف سلامة للجميع.